بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. عودة مرة أخرى لكرة السلة، النهاردة جولتنا مع كرة السلة رجال وعودة إلى دوري السوبر مرة أخرى أيضا في دور قبل النهائي. أنتوا عارفين حضراتكم إن دوري السوبر بيبقى 8 فرق بيلعبوا مع بعض بالدوري من دورين رايح جاي، وبعد كده بيتم ترتيب الفرق من أول للثامن بصرف النظر عن المباراة السابعة والثامن والتاسع والعاشر، ولكن بيترتب الفرق من الأول حتى الثامن، وبعد كده بتلعب دور الثمانية، بتلعب الأول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، والثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس. خلاص احنا كل ده عديناه، وبعد كده الفائز من الفرق دي بيطلعوا على دور قبل النهائي. النهارده الأهلي بيلعب الزمالك في دور قبل النهائي، والمباريات هتبقى سيريس أو مجموعة أو يعني البيست أوف فايف أو الأفضل في خمس مباريات، ده لو رحت للمباراة الثالثة. أنت اللي يفوز بثلاث مباريات هو اللي بيتأهل مباشرة. طرفي اللقاء الناحية الثانية هيكونوا أو قبل النهائي الثاني هيكونوا الاتحاد والجزيرة. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي كان بيلعب منذ أيام سبورتنج أقصى الجزيرة، وبقى سبورتنج والاتحاد هم اللي بيلعبوا الطرفي قبل النهائي الآخر. فريق النادي الأهلي لسه خارج من كأس مصر، لم نوفق أمام مباراة الاتحاد، ولكن لعبنا البال وتأهلنا، أو الباسكتبول أفريكا ليج، وتأهلنا للنهائيات اللي هتلعب في رواندا. فإذا المباريات دي مهمة لأن دي آخر مباراة هتلعبها قبل ما تتوجه إلى العاصمة الرواندية كيجالي عشان تلعب دور الثمانية في بطولة أفريقيا اللي أنت حامل لقبها. مباراة النهاردة مباراة صعبة على الفريقين. نادي الزمالك أيضا أخذ رابع الكاس بعد خسارته في التالت والرابع من الجزيرة، فنفس الوضع النادي الأهلي خارج من فاينل الكاس. فالمباراة النهاردة أكيد كل فرقة هتحاول بشتى الطرق إن هي تثبت نفسها، أو حتى المباراة الأولى تبقى الانطلاقة ليها أو الأفضلية ليها منذ البداية. الحقيقة عندنا كلام كتير هنقوله النهاردة عن المباراة، ولكن خلوني في البداية أرحب بضيوفي المنورين في الاستوديو، كباتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر كابتن محمد السلعاوي، نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وهداف دورة لوس أنجلوس الأولمبية، وأيضا عضو لجنة انتقاء المواهب الحالية. أهلا بيك كابتن محمد. أهلا بيك كابتن عيسون، وإن شاء الله تكون مباراة جيدة بإذن الله. إن شاء الله يفوز بها النادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. معنا طبعا نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وسنتر منتخب مصر، والحقيقة من أفضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المركز في تاريخ مصر، أو مركز خمسة أو مركز أو لاعب الارتكاز، طبعا المدير الفني السابق للنادي الأهلي كابتن نبيل بخيت. أهلا بيك كابتن نبيل. أهلا بيك كابتن هيثم، وبالتوفيق للنادي الأهلي ومشاهدة ممتعة للجماهير بإذن الله. إن شاء الله. كابتن سلعاوي، كنا بنتكلم قبل الهوا وإحنا مع بعض في الأوضة انه المباراه النهارده، او انت كنت بتقول المباراه صعبه، خلينا انا ماليش راي، انا بحب اسمع راي حضراتكم. مباراه صعبه؟ طب لا يعني النهارده مستمع كباتن كباتن المنتخب، انا يعني النهارده ما فيش راي مع حضراتكم، ولكن النهارده حضرتك كنت بتقول جوه احنا في الاوضه المباراه صعبه جدا. ليه يا كابتن؟ طبعا مباراه الاهلي والزمالك بصفه عامه بتكون صعبه، لانها ديربي بين الاهلي والزمالك، والمباريات دي بتبقى حساسه شويه. نعم. بالنسبه للجمهور من الطرفين. نعم. نادي الزمالك السنه دي طلع من الموسم بلا نتائج جيده، فهي دي اخر فرصه ليه، حتى يعني مش بلا بطولات، لا بلا نتائج كمان كويس. كمان نتائج، حتى النتائج مش كويسه. نعم. واخرها كان ماتش الجزيره، مباراه الجزيره تلات ورابع على الكاس. يعني تلقى هزيمه وخد الرابع. نادي الاهلي الحمد لله لديه رصيد من البطولات، وإن النادي الأهلي كمان رايح بيستعد. المباراة دي بتعتبر أحسن إعداد، أو كلها في خطة إعداد المدرب بالنسبة للبطولة والنهائيات. لكن هي المباراة دي كل اللعيب فيها بيحاول يبدع ويطلع أحسن ما عنده في هذه المباراة، لأن دي بتعلق بالذاكرة، وإن دي مباراة الشهرة زي ما بيقولوا، أو مباراة المجد بالنسبة للعيب، وهي ما فيش إلا مباراتين ثلاثة في السيزون اللي اللعيب بيستناهم عشان يبدع. فدي بتعتبر برضو هدف من الأهداف، سواء لعيب الأهلي أو لعيب الزمالك. طبعا النادي الأهلي طالع من إخفاق في مباراة الكاس، فعايز يثبت لجمهوره إن دي كانت كبوة وعدت، وهي إن شاء الله كبوة وعدت. وطبعا الرياضه ما فيهاش مكسب على طول وما فيش خساره على طول، فان شاء الله الجاي افضل بالنسبه للنادي الاهلي. بس هي المشكله اللي انا بشايفها، يعني ان اشتراك النادي الاهلي في البال او نهائيات البال في رواندا عجلت او
خلت المسافه قريبه جدا ما بين اخر ماتش لعبه ونهائي الكاس والسوبر. يعني ضغطته شويه. نعم. نعم. انا في رايي الشخصي المفروض الاتحاد يراعي ده، يعني يراعي يعني يراعي ده شويه كده. لان النادي الاهلي بيمثل مصر، فكان لازم يتم ترحيل المباريات شويه عشان يقدر النادي الاهلي لعيبته ترتاح. لازم، لان ده ضغط نفسي وضغط عصبي على اللعيبه، وطبعا انت بتحافظ على بطوله انت حاملها افريقيا السنه اللي فاتت. نعم. برضو بطوله السوبر دي انت حامل اللقب بتاعها، فبتحافظ عليه، فكل الحاجات دي هدف بيحط ضغط زياده على اللعيبه. فمباراه النهارده اتفق معاك يا كابتن صعبه. خلينا نعرف راي كابتن نبيل، يمكن برضو ناقشنا قبل الهوا يا كابتن نبيل، وحضرتك قلت ان هي مباراه مش متوقعه، لا خاصه الفرقتين يعني خارجين من اخفاق، فالمباراه ما تقدرش تعرف هي رايحه لفين. راي عند راي حضرتك لسه؟ هو طبعا زي ما قال كابتن سلعوه ان الزمالك ما عندوش حاجه غير ان هو هيحاول يطلع من الموسم باحسن شكل ليه. المباراه ما بين الخبره وتمثل في النادي الاهلي، اللعيبه بتاعته عندهم خبرات جامده، وفي نفس الوقت ما بين الشباب اللي بتتمثل شويه في نادي الزمالك، عندهم دفاع بدني قوي وفي نفس الوقت عندهم تلاحمات قويه. المباراه لازم النادي الاهلي يلعبها بذكاء، يعني لازم يبقى في ضبط نفس بالنسبه له وعدم انفعال، ما يحصلش زي المباراه الاخيره ان مثلا يحصل انفعالات جامده فيبقى في تراب الفاول بالنسبه لنا من بعض اللعيبه المهمه فتؤثر على نهايه المباراه. يعني انا بعتبر ان اللي حصل في الكاس خروج عمر طارق برضو طبعًا اثر على المباراه طبعًا دي طبعًا. لو كان خرج بدري جدا في الشوط الثالث، هو لعيب كبير ولعيب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. فريق الزمالك فريق مقاتل ما عندوش حاجه يخسره. بالنسبه للنادي الاهلي برضو فريق عنده خبرات عاليه، وفي نفس الوقت هو باصص على البطولات كلها، يعني هو قدر يكسب بطوله المرتبط، كسب المرتبط وكسب السوبر، وفي نفس الوقت خسرنا بطوله عربيه في الدوحه وخسرنا كاس المصري كاس مصر. بس لسه عندك بطولتين الاهم قدامه، بطولتين اهم، والاهم هم الموسم الدوري والبال، فلازم السوبر. التركيز عليهم دوري السوبر والاولى بالاولى. الاولى ان احنا نعدي المرحله دي في المباريات اللي جايه ونحاول ننهيها باسرع وقت ممكن عشان ما يحصلش اجهاد بالنسبه للعيبه في البال، وفي نفس الوقت بعد كده نبص على البال وعلى النهائي السوبر باذن الله. نعم. طيب كابتن سلعاوي، النهارده نادي الزمالك مفاتيحه معروفه. طبعا المحترف، هم جابوا محترف كويس جدا، هو يعني متجنس، هو بيلعب مع منتخب الامارات مجنس، واللاعب ده نجح معاهم، يعني دخل وسطيهم ولعب وادى اداء كويس، يعني بالمفارقه احسن مبارياته بيلعبوا قدام الاهلي، معرفش ليه. يعني انا من نفسي عندي تفسير ان المدافعين بتوعك اللي هم كانوا ابو النصر وساعتها عمرو زهران كانوا مصابين. النهارده ابو النصر موجود، عمرو زهران ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بالسلامه، بس انت على الاقل عندك فرده من الفردتين اللي بيدافعوا على الاجانب موجود. فالنهارده حلول نادي الزمالك ايه؟ مفاتيحه النهارده بالاضافه للمحترف ايه؟ خاصه ان هو معاه جهاز فني طموح، وائل بدر. طبعا يعني جهاز فني طموح، شاب لسه عايز يثبت نفسه وعايز يثبت وجوده، ونجح مع انديه اخرى، مع سبورتنج بيرأس الجهاز طارق سعيد برضو كمان، يعني جهاز كله شاب، جهاز صغير عايز يثبت نفسه. فالنهارده الحلول والاوراق المتاحه قدام نادي الزمالك بخلاف المحترف يا كابتن سلام. اول حاجه طبعا جهاز فني محترم في نادي الزمالك بصراحه، يعني لعيبه باسكت ولعيبه مثلت مصر ولديها خبرات ومجتهدين. ثانيا ان برضو نادي الاهلي اخر مباراه مع الزمالك احنا خسرناها اللي كانت على ارض النادي الاهلي، وتالق فيها اللاعب الاجنبي وحط حاجه و40 بونت في عدم وجود عمرو زهران وابو النصر. صحيح. فيعتبر ده مفتاح خطير من مفاتيح المكسب بالنسبه لنادي الزمالك، بخلاف ان في عمر هشام لعيب جيد جدا، في في احمد اسماعيل اللي هو كان لاعب النادي الاهلي وراح السنه دي، في يعني في مهاب ياسر رجع رجع اللعيب جيد جدا، ما رجعش توفر فورمته العاليه بس برضه مؤثر. لا يعني هو احمد ياسر عبد الوهاب، احمد ياسر عبد الوهاب، في مجموعه شابه ومجموعه معظمه، لا في منتخب 3 على 3 لا في منتخب مصر الكبير، فاذا لديهم طموح ان هم. وانا بقول لحضرتك زي ما انا اتفقنا كمبدا. نعم. ان المباراه دي هي اللي بتفلتر للمنتخب، وخاصه لاعبي الاهلي والزمالك ولاعبي وهيبقى لاعبي الجزيره السبورتنج والاتحاد، دي اللي هيبقى الفلتر الاخير بالنسبه للمنتخب. كل لعيبه هيحاول يثبت وجوده، كل لعيب يحاول يشيل الضغط.
انا نفسي اللعيبه تلعب وتمتع لنفسيها ولجمهورها ولفرقتها. المكسب اهم حاجه. الامتاع ده يخرج بره الضغط العصبي. الضغط العصبي لان محدش يقدر يقول في مباراه زي دي مفيش ضغط. لا في ضغط. طب خليني اقول لك مفاجاه كابتن نبيل وكابتن سلعاوي. مباراه الجزيره و الجزيره والزمالك اللي فاتت في الثالث والرابع احصائيه معانا. دي ماركو اللاعب المحترف اللي احنا اتكلمنا عليه اللي حط فينا حاجه 40 هو عمل الماتش ده بس. ايوه بقول لحضرتك هو عالش غير الماتش ده. ماتش الجزيره والزمالك حاطط باسكت حاطط نقطتين بس ليه؟ ولاعب 17 دقيقه مش لاعب قليل. هو وبص هو برضه الزمالك الجزيره زي ما عمل معانا لعب زون كتير وده تعبه جدا. ده بالعكس ده شويط. هو بقى كان بيتقابل بيحاول يدخل بيقابله واحد تاني بيحاول يلعب على الباسكت. فين الثلاثه بونت بتاعته يا كابتن؟ الزون ده انت ده عايز هو شويطة. هو دايما انا كنت بستنى الزون يتلعب. هو خد بالك مش اي حد يلعب على الزون يعني في لعيبه شوتر بتحب تطلع من السكرين من مام بتحب تعمل دريبل وتدخل تشوت من الميديوم شوت او من الثري بوينت لكن ان هي تاخد الكوره من الثبات ايوه تطلع تشوت دي صعبه. برضو الاتحاد عمل معاه حاجه برضو كويسه مسكوا عن ايديه اليمين وده تعبه جدا. هو اللعيب هو بيدخل شمال بيدخل شمال ويطلع يشوط بس لما بتمسكه من يمينه بتقلل او بتحد من خطورته جامد جدا. فدي برضه يعني فرقه الاتحاد عمل كده وفرقه الزمالك سوري الجزيره عملت كده وممكن ده يكون اثر عليه. فاحنا لازم برضه نجرب معاه الطريق ديفنس. تعرف يا كابتن هو هدافه عمل كام اسيست كابتن؟ عمل كام اسيست؟ عمل اسيست 3. اشمعنى سالت على الاسيست يا كابتن؟ ما هو بيباصي برضه بيباصي لا هو عامل 3 اسيست يعني هو عامل 3 اسيست في 17 دقيقه ده كتير جدا. اكتر واحد اسيست عامل عمر هشام بس عمر هشام لعب 30 دقيقه عامل 4 اسيست. فالنهارده الاحصائيات دي بتقول ان برضه يعني الاحصائيات اللي احنا شايفينها دي تقول لك تخوفك بصراحه. ليه؟ انت النهارده هم طلعوا مع الجزيره فرق 10 بونت والمحترف تقريبا اوت ما لعبش واللعيبه ثانيه شايله يعني اللي حاطط 13 بونت عمر هشام حاطط 9 بونت احمد عزب 3 بونت يعني حدث ولا حرج. احمد عزب برضه لعيب محترم ومهم جدا. احمد عزب شايط 4 3 بونت جايب واحده يعني هو في العادي ما بيجيبش كده بيجيب اكتر. عندك علي عمر سنتر جايب 13 بونت حجازي في حجازي فالنهارده فرقه الزمالك الخوف من في الزمالك من وجهه نظري يا كابتن نبيل وكابتن سلاوي طبعا انه انت مش ممكن ممكن اي واحد من الفرقه اي حد ممكن يطلع سكور يطلع بتاعتها. نجم يطلع نجم وانت مش عامل حسابه خالص. لازم تهتم بالديفنس الجماعي وده متعب متعب. لا بس هو الميزه عندنا في النادي يا اما كلهم ما يبقوش كويسين على فكره يعني الخبرات عندهم قليله يا هتلاقي 2 3 كويسين قوي مش هتعرف توقفهم يا هتلاقي الفرقه كلها يعني بره الفورمه. هو برضه انا برضه عايز اقول حاجه خبرات ان هو بيعتمد ان الراجل ده بيعمل بنتريشن اللي هو المحترف او بيتعمل له بيك اند رول فقطعت الطوال على الباسكت او الدخول على الفولو وفي نفس الوقت بيطلع الشوتر على الجناب على اساس ان هو الراجل ده لو حصل هيل عنده الاسيست كويس فيدر اللعيب ده فبيدخل وبيشوف كويس هل ادي البيفوت ولا فلازم الروتيشن بتاعنا يبقى برضه لما يجي يدخل يعني عايز اقول لك لازم اعمل له بلوك بحيث ما يبقاش شايف الباصه سهله للناحيه العكسيه. طب يا كابتن ما احنا كنا زمان بنعمل حاجه حلوه قوي كنا بنوجه وفكرة كتسلاوي كنا نعمل نتفق كفرقة لازم يحصل كده النهاردة نقول هندخله ناحية الشمال احنا بنتفق اصلا مش هقدر امنعهم الدخول هيخش يعني بس هتقلل لا وهتخلي الفرقة عارفة هيخش منين يعني انا النهاردة كنا زمان بنتفق كان ماريو بلازوني لما لعبت مع حضرتك وكابتن سلاوي برضو كان نفس الكلام كان الدنيا بيحصل ايه بيفتحوا بنقول هنتفق نفتح للمحترف شماله خلاص يا جماعة انا ماسكه انا فاتح له الشمال وكل الفرقه مستنيه يخش من الشمال اول ما يخش مع الشمال كل واحد عارف هيعمل ايه بيقابله حد انا بخش عليه تراب مش عارف هو لازم مع دخوله ده لا اما يعني طبعا دي متروكه للجهاز الفني بس احنا برضو ايه يعني كمحللين بنحاول نقول الحلول ان هو لا اما يتعمل له تراب لا اما يتعمل حاجه اسمها فيك تراب ان انا بقرب منه عشان ما اخلوش يدخل ورد وبعد كده بمجرد ان هو يمسك الكوره او يرفع الكوره من الارض ارجع البوزيشن بتاعي او لماني تاني بس عايزه سنتر خفيف عايزه سنتر خفيف يعني وعايزه روتيشن كويس من اللعيبه وتوقع مع شوف بقى مع ان هم لازم يشوفوا الناحيه العكسيه ما يقطعش تحت الباسكت منك ياخد الكوره تحت الباسكت الله ينور عليك بس استاذن حضرتك الكابتن خلينا زي ما عودنا الساده المشاهدين دايما قبل كل مباراه بنروح لارض الملعب عشان ننقل لكم الاجواء. بالمناسبه المباراه النهارده هتتلعب من صاله برج العرب في الاسكندريه والحقيقه كان دايما بيتلعب قبل النهائي السوبر في هذه الصاله ومراسلتنا العزيزه سالة حامد مساء الخير عليك يا سالة اليك الكلمه.
تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد ضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو كابتن محمد السلاعي والكابتن نبيل بخيت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، حاليا احنا متواجدين طبعا كلنا يعني فريق عمل قناه النادي الاهلي من داخل ملعب المباراه اليوم صاله الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. هنكون مع حضراتكم ننقل لكم كل الاجواء هنا والاخبار، وطبعا استعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك في مواجهه اليوم، وطبعا اول مباراه في السلسله ذا بيست اوف فايف في دور النصف النهائي او السيمي فاينل من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. سريعا طبعا خليني يا كابتن هيثم انا اللي حضرتك الاجواء هنا، وابتدي طبعا بفريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اوجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ولكن قبل ما اتكلم عن استعدادات الفريق يا كابتن هيثم، خليني اقول لك ان بعد مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، طبعا المباراه اللي طبعا كلنا شفناها واللي انتهت بفوز نادي الاتحاد السكندري ببطوله كاس مصر، يمكن خليني اقول لك ان مستر اوجاستي بوش وجميع اللاعبين وطبعا كابتن الفريق كابتن نسيف سمير يمكن جمع جميع اللاعبين بعد مباراه الاتحاد السكندري، يمكن كلهم اتكلموا مع بعض على غلق ملف او صفحه بطوله كاس مصر والتركيز فيما هو قادم، يمكن طبعا التركيز اكتر في مباراه اليوم وحسم كمان يعني جميع المباريات في السلسله ذا بيست اوف فايف والتاهل لدور النهائي. يمكن كمان انا كنت متواجده هنا من بدري يا كابتن هيثم، واللعيبه كانوا متواجدين هنا من بدري قبل المباراه بساعتين، يمكن يعني من خلال الاحاديث يعني حديث مع الحديث مع جميع اللاعبين او بعض اللاعبين، يمكن شايفه يا كابتن هيثم انه في تركيز شديد جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، حاطين طبعا في دماغهم ان هم يفوزوا في مباراه اليوم والمباراه القادمه واللي بعديها طبعا حسم الدور ده من اول ثلاث مباريات. يمكن يعني الفريق ده هو اللي يعني فرحنا الموسم اللي فات، موسم استثنائي حققه، حابين ان هم يفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي في هذا الموسم بعدم إضاعة أي بطولة والفوز بجميع البطولات الباقية للنادي الأهلي. طبعا بنتكلم على بطولة البال والنهائيات في رواندا، وبالتأكيد يعني بطولة الدوري السوبر لكرة السلة. يمكن خليني أقول لحضرتك طبعا زي ما أنت سامع بالتأكيد جماهير النادي الأهلي بدأت يعني تشجع وتدعم جميع اللاعبين، يمكن متواجد يا كابتن هيثم هنا عدد من جماهير النادي الأهلي ويمكن بيزدادوا كل شوية مع اقتراب موعد المباراة. يمكن بالنسبة لجماهير نادي الزمالك يمكن لسه لحد دلوقتي ما حضرش يعني فرد من افراد جماهير نادي الزمالك، ولكن جماهير النادي الاهلي متواجدين هنا لمسانده ودعم لعيبه النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي، يمكن مستر اوجاستي بوش وجميع اللاعبين يمكن اتحركوا امبارح من النادي الاهلي للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق، وكمان الفريق اتمرن اول تمرين ليه امبارح هنا على نفس الصاله. النهارده كمان كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين الجهاز الفني وجميع اللاعبين للحديث عن اهميه المباراه اليوم، نقاط الضعف والقوه على النادي الزمالك طبعا، وعدم تكرار الاخطاء اللي وقعوا فيها في مباراه الاتحاد السكندري. جميع اللاعبين يا كابتن هيثم هيكونوا متواجدين في القائمه بشكل طبيعي جدا بدون اصابات الحمد لله، جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين طبعا ما عدا الثلاث اصابات اللي احنا يعني عارفينهم طبعا من اول او من بدايه الموسم، مؤمن طارق خيري ويوسف المعداوي وعمرو زهران. وبمناسبه طبعا عمرو زهران متواجد هنا يا كابتن هيثم في المدرجات لمسانده ودعم فريقه فريق النادي الاهلي. كمان متواجد في مقصوره النادي الاهلي مستر هنريك رود المدير الفني لمنتخبنا الوطني منتخب مصر لكره السله، حريص ايضا كان انه يكون متواجد النهارده لمتابعه مباراه اليوم. كمان الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي لكره السله سيدات والكابتن طارق خيري طبعا المدير الفني للفريق ايضا متواجدين هنا في المدرجات يعني عشان يساندوا الفريق ويتفرجوا على المباراه، لانه اكيد برضه عندهم بكره هيبتدي سلسله ذا بيست اوف فايف في النصف النهائي من يعني بطوله الدوري بالنسبه لهم، فكانوا متواجدين النهارده وكان عندهم تمرين قبل المباراه، ولكن يعني فضلوا ان هم يفضلوا هنا عشان يتابعوا مباراه الاهلي والزمالك. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم بمناسبه يعني او على الجانب الاخر نادي الزمالك تحت قياده الكابتن وائل بدر، الفريق ايضا مستعد بشكل طبيعي جدا. النهارده برضو كان في محاضره فيديو ميتنج ما بين الكابتن وائل وجميع اللاعبين. ايضا فريق نادي الزمالك يعني السكواد زي ما هو زي كل مباراه بدون اصابات بدون غيابات، جميع اللاعبين 12 لاعب هيكونوا متواجدين في القائمه بشكل طبيعي، وطبعا معاهم المحترف يعني ديماركو بالنسبه لنادي الزمالك. فيعني يا رب ان شاء الله يا كابتن هيثم النهارده نفرح يعني بفوز نادي الاهلي على نادي الزمالك في اول مبارياته في سلسله ذا بيست اوف فايف من دور النصف النهائي لبطوله دوري السوبر لكره السله. وانا طبعا معاك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. سالة حامد يعني زميلتنا العزيزه بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا في الخلفيه خلاص الفريقين بيسخنوا، ولكن عندي بس تعليق بسيط وهو
النهارده يعني مسموح بحضور بعض الجماهير، وزي ما حضراتكم يعني سمعتوا جماهير النادي الاهلي بتهتف في ارض الملعب بعض الجماهير طبعا، ولكن النهارده اتعمل ثمن التذكره 100 جنيه. الحقيقه انا شايف ان الرقم ده مبالغ فيه، يعني الكباتن برضه هاخد رايهم. 100 جنيه الحقيقه على مباراه برج العرب، انت عايز النهارده شاب هيركب ويروح وبعد كده ياخد معاه اكل ويروح هناك، انت يعني لو هو لوحده، لو هم اخين مثلا، انت بتتكلم النهارده مش اقل من 700-800 جنيه، التذكره ب 100 ودي ب 100، لو اتنين هتكلم على فردين، اب مثلا وابنه رايح يتفرج على المباراه، ده هيدفع 100 وده هيدفع 100، وعلى الاقل هيركبوا لبرج العرب وفي نفس الوقت هيجيبوا اكل في النص، يعني هيصرف لهم 800-900 جنيه، مبلغ كبير. النهارده بنحاول نخلي الجماهير تيجي، يعني ده حتى الباسكت بول افريكان ليج لما عملوا الام بي عملوا ماتشات في مصر ما عملوش تذكره بالسعر ده. فالنهارده ما يبقاش انت كده بتقول الجمهور ما تجيش، طب ليه؟ يعني لازم احنا بنناشد هنا لجنه المسابقات، بنناشد اتحاد السله، انه يعني انا من وجهه نظري ان الحضور يبقى بالاي دي فان بس، او برقم او برام او بمبلغ رمزي. مبلغ رمزي جدا 10 15 جنيه 20 جنيه يا سيدي، انما النهارده وطبعا الفان اي دي ده مفروغ منه طبعا في كل حته، احنا لما بنروح حتى نفسنا في اي مباريات احنا بنروح بالفان اي دي، ما عندناش اي مشكله. ولكن النهارده عشان احط سعر التذكره كده يبقى انت بتقول للجماهير ما تجيش. انا مش بتكلم على جماهير النادي الاهلي بس، بتكلم على اي جماهير. النهارده مبلغ كبير يا جماعه، 100 جنيه في التذكره في ماتشات كره سله النهارده، دي مش كره قدم. كره القدم اه بيدفع فيها، وكمان معلش كره القدم انا اسف يعني المباريات بتبقى في استاد القاهره هنا، يعني الدنيا قريبه، بتركب المترو بتركب حاجه بتبقى في قلب الاستاد. انما النهارده عشان اقول لفرقه تروح، وانت عارفين برج العرب هي مش برج العرب مش في قلب الاسكندريه، انت بتاخد مواصله لغايه برج العرب، يعني مكان خارج اسكندريه. فالنهارده يا جماعه لازم مراجعه، ولازم الموضوع ده يتراجع بشكل كبير. احنا عايزين الجماهير تحضر، عايزين الناس تيجي. اه انت اعملها بسعر رمزي يعني، واسمع راي ضيوف يعني كابتن سلعاوي، هل انا الكلام اللي بقوله ده، ما احنا كنا بنشوف الجماهير بتيجي وبتروح، ولكن النهارده لما احط 100 جنيه ثمن تذكره وهي برج العرب، لا رقم كبير جدا على شاب عايز يروح يتفرج على المباراه يعني. هو برضه رقم صعب شويه، بس هل هو اللي محدده اتحاد الباسكت ولا تذكرتي؟ حتى لو مش محدده لازم يتدخل اتحاد السله ويشوف هي هيتصرف، لان احنا كل هم الباسكت من غير جمهور بدون روح، مفيش روح. معلش يا كابتن، يعني الماتش ده ما هوش الماتش مثلا اللي هيروحوا 50,000 متفرج، فانا بحدد العدد عشان لا، ده هو اللي هيروح 500-600 واحد اللي هيقدروا يروحوا. فالنهارده ما صعبش الدنيا عليهم بقى، ما خلاهمش نسهل الدنيا عليهم، يبقى يعني علشان نحافظ على وجود جمهور ونحافظ على بالظبط. يعني لما نقول اللي هيجي 500 واحد في 100 جنيه يعني 50,000 يا كابتن، 50,000 جنيه ايه رخيص؟ 50,000 جنيه لا معلش انا اسف، يعني 50,000 جنيه ده ممكن يكون ايجار الملعب اللي بيتاجر بيه الملعب. يعني النهارده انا بتكلم ان انت ما انتش مثلا هتعمل مبلغ كبير كمان تقول لا ده انا عندي ميزانيات وعندي مصاريف. 50,000 جنيه لا يعني. انا يهمني اولا واخيرا الجمهور، حضور الجمهور ده لازم يبقى ليه حل طبعاً. وتدخل سريع، وخاصة احنا شفنا في مثلا في نهائي الفولي في نهائي في اي بلد الجمهور بيبقى هو عصب الرياضة بغير جمهور ما بتبقاش ولا اللعيب بيمتع ولا اللعيب بيبقى الجمهور ده بيحرك اللعيبة. طيب كابتن نبيل، خلينا نشوف قائمتنا النهاردة ايه، مين اللي هيشارك في المباراة من نادي الاهلي، مين اللي هيشارك من نادي الزمالك، نتكلم بقى عن الفنيات اكتر، اللعيبة اللي هتشارك مين مكان مين، المراكز بتاعتنا، كل حاجة. اتفضل يا كابتن، يا ريت حضرتك يعني نستعرض مع السادة المشاهدين قائمة النادي الاهلي النهاردة اللي هتخوض المباراة. اتفضل يا كابتن نبيل. الجهاز الفني للرجال، أجوستي بوش مدير فني، أحمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسطي مدرب، طارق الغنام مدير إداري، وليد الخراط إداري، محمد عز مخطط أحمال، أحمد حسن أخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى أخصائي تدليك، حامد الكاس مهمات. طيب خلينا نروح على قائمة الفريق يا كابتن نبيل. بالنسبة لقائمة الفريق واللاعبين، براندون تشايلدرس واحد رقم واحد، عمرو عزب رقم ثلاثة، إيهاب أمين رقم أربعة، عمرو الجندي رقم خمسة، مروان سرحان رقم ستة، سيف سمير ثمانية، كيجو مصطفى المكاوي عشرة، كريم حاتم 11، أحمد مهيب 14، محمد أبو النصر 23، عمر عماد جودزيلا 24، عمر طارق 55. بس خلينا نقول إنه المباراة اللي فاتت كان طلع عمر عماد وحط محمد خير. محمد خير. إحنا القايمة اللي جاية لنا حتى الآن إنه عمر عماد هو اللي جوه.
تفسر ده بايه؟ هل اللي حصل لعمر طارق المباراه اللي فات من فاولات وخرج بدري، هل مثلا لا هو لا لا محتاج يعني يعني هو التغييره دي عشان اعتقد الولد عنده امتحانات وفي 20 سنه محمد خير. طيب تمام، خلينا نروح للجهاز الفني لنادي الزمالك ومعانا كابتن السلعاوي. اتفضل يا كابتن. في بس ده اتفضل. يعني اللي حضرتك ماشي مفيش مشكله، يعني اللي حضرتك متاكد ان هو خارج الجهاز ما تقولوش يا كابتن. كابتن طارق سعيد رئيس جهاز، نعم، وائل بدر مدير فني، اعتقد ان لا بره الجهاز طبعا الاثنين دول. خلينا نخش على كابتن مصطفى بعد مصطفى كده. مصطفى محسن مدير اداري، رامي العيدي اداري، الدكتور اسلام جمعه طبيب الفريق، الدكتور محمد سعيد مخطط احمال، محمد سعد اخصائي تدليك ومساج، مصطفى محمد اخصائي، اياد مصطفى محلل فني، محمود جمال مهمات، هو واسلام جمال مهمات. نعم، رئيس الجهاز طارق السعيد ووائل بدر هم زملاء ملعب سابقين وحظوا بثقة المجلس الجديد وتم تعيينهم في منتصف الموسم، صح كده يا كابتن؟ وائل بدر ما كانش وائل بدر، لا طارق السعيد كان من بداية الموسم، طارق السعيد كان في بداية السنة بعد ما جه مجلس إدارة الزمالك على طول وتولى المسؤولية وكان شغال ساعتها مدير فني كابتن مرعي. وبعد كده بعد مرتبط ما يعني خسروه الزمالك مشي. تم يعني توجيه الشكر لكابتن مرعي وتم توليه او كابتن وائل بدر تولى المسؤوليه قادما من سبورتنج، وكان في توقف من الجزيره. الجزيره نعم. وكان في فتره توقف، مش عارف انا دايما الجزيره وسبورتنج بالنسبه لي قريبين قريبين والله العظيم، طول عمري احس ان البرنامج ده فانيلا واحده لون واحد، وكمان يا كابتن تحس ان هم نفس استريت اللعب سبورتنج والجزيره، يعني سبحان الله عاملين توالف الجزيره وسبورت حتى في الدخول عندهم. بالظبط. الله ينور عليك كابتن، عاملين برده نفس القائمه النادي الاجتماعي. خلينا نروح للاعبين بقى كابتن سلام. اتفضل. مهاب ياسر رقم 0، احمد عزب 1، عمر هشام 4، وليد عبد الجواد 10 7، احمد ياسر ابواب 10، دي ماركو 11، معاذ ايمن 12، علي حجاز حجازي 20، احمد اسماعيل 21، خالد عبد الناصر 28، حازم المشهد 55، علي عمر 77. احنا برضو في تحليلنا في وليد وفي خالد عبد الناصر، مالهم ما اتكلمناش يعني عليهم. لا هم اتنين، وليد عبد الجواد البوينت جارد اللي قادم من الجزيره، وخالد عبد الناصر اللي جه من طنطا، بس خالد عبد الناصر جه من زمان يعني، ولاعيب منتخب يعني. بس خليني اقول ان نادي الزمالك الحقيقه يعني بمتابعتنا ليه، هو تحت الحلقه السناتر بتاعته خفيفه، يعني السناتر حتى احمد اسماعيل الخمسيه اللي فيه هو خفيف شويه، فالنهارده لازم اللعيبه اللي عندنا سيف سمير هيبقى له دور كبير، احنا قوتنا تحت الباسكت، بس هم اخف يعني. النهارده ما عندهمش ليدر واقف عمر طارق، بس دي سلاح ذو حدين، يا عمر طارق زي ما بيقولوا كده بلغه الباسكت هياكل عيش على السناتر بتاعتهم، ياخدهم في ظهره ويستلم ويلف بيهم ويوصل للحلقه، بس هم قواي برضه يعني، هم التلاحم الجسدي اللي عندهم بيزقوا بيستعملوا جسمهم في ان هم يعني بيحاولوا ان هم يستعملوا جسمهم بقوه، وده بيخلي ساعات عمر طارق يعمل فاولات ملهاش لازمه في الاتاك. بس هو عمر طارق صعب الزق، وهو كلام حضرتك مظبوط يعني، بس هو ممكن بيضطر يميل بجسمه اكتر فبيلبسوه فاولات اكتر. هو اتمنى نشوف النهارده ان عمر طارق يعني يحاول يستغل ده. طيب زي ما حضراتكم عارفين المباراه تنطلق في تمام الساعه 9 باذن الله، لسه فاضل 10 دقايق. المباراه تقريبا فاضل لها 10 دقايق، يعني المباراه اتاخرت تقريبا عشان التسخين او حاجه زي كده يا كابتن. بس هل بس احنا ما فيش ماتشات قبلينا، لانه احنا ده ما فيش ماتشات قبلينا. لا 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 ما فيش ماتشات. طب هو قبل النهائي الثاني هتلعب فين في انهي صاله يا كابتن؟ برضه العرب، بس بالتبادل، بس يوم 24 يوم 24 لان الاهلي هيكون سافر، فهو ما قالكش الاتحاد 24 25 26 طيب بصوا يا جماعه عشان نقول لكم الارض الملعب، ودي الميزه بقى هم اللعيبه في التسخين. بصوا على الشاشه اللي قدامكم دي 10 دقايق، اتوقع ال 10 دقايق عشان صلاه العشاء، انا بتوقع يعني. هو كنا بنتوقع ان ده يعني، انا ما كنت بلعب كانوا ممكن لو جه الستارت بتاع الجيم في وقت الصلاه ممكن يتشفت 10 دقايق، او عشان امور البث ممكن يكون في البث في ماتش تاني او في ماتش كوره متالف ممكن يكون يعني بيتاخر عشان ظروف البث والحقوق. طيب خلينا نستاذن الساده المشاهدين و يعني كباتن الاستوديو التحليلي، نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره لمباراه الاهلي والزمالك، المباراه الاولى في سلسله مباريات قبل النهائي. بعد الفاصل اشوفكم ان شاء الله.
اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه خليني استعرض مع حضراتكم تاني قائمه نادي الزمالك اللي هتخوض اللقاء الحقيقه بعد ما جبناها من ارض الملعب باخر تحديث يعني. فخلينا نقول اول لاعب مهاب ياسر، احمد عزب، وعمر هشام، وبهاء رمضان، ووليد عبد الجواد، واحمد ياسر عبد الوهاب، وديماركو اللاعب المحترف، ومعاذ ايمن، وعلي حجازي، واحمد اسماعيل، وخالد عبد الناصر، وحازم اشرف المشد طبعا، وعلي عمر. ده قائمه نادي الزمالك. طب الجهاز الفني سريعا، طارق السعيد طبعا مدير رئيس جهاز، وكابتن وائل بدر مدير الفني، كابتن طارق كم المدرب العام، كابتن محمد احمد عبد الحميد السحارتي او كابتن محمد السحارتي مدرب او مساعد مدرب، دكتور محمد سعيد زكي طبعا مخطط احمال، كابتن مصطفى محسن مدير اداري، دكتور اسلام محمد علاج طبيعي، كابتن مصطفى محمود اخصائي، كابتن محمد مسعد مدلك، كابتن اياد مصطفى محلل اداء، محمود جمال مسؤول مهمات، اسلام جمال مسؤول مهمات، وجمال محمود جمال مسؤول مهمات. ده كان قائمه نادي الزمالك النهائيه سواء الجهاز الفني او اللاعبين، وطبعا جبناها لحضراتكم من ارض الملعب. كابتن سلعاوي، يمكن يظل السؤال هنا، ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي؟ ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي في بدايه المباراه؟ انت النهارده نازل محتاج تفرق من الاول عشان اللعيبه تتحرر من الضغوط، ما بقاش عليها ضغوط، شايف النهارده محتاجين نعمل ايه اول المباراه؟ اول مباراه لازم انا من اول الجيم افرض اسلوب لعبي على نادي الزمالك. والفرقه اللي بتسيطر على الحلقتين وبتفرض اسلوب اللعب هي اللي في ايدها زمام المباراه. لازم اللعيبه تتحرر من الضغط، لازم اللعيبه تلعب عشان تمتع الناس، لازم اللعيبه تنفذ تعليمات المدرب زي ما قال. كل الحاجات دي مؤشرات لنجاح الفرقه او لقياده الفرقه للفوز. زائد ان التركيز، يعني لازم اللي يكون فيه 40 دقيقه تركيز لدى اللعيبه. كمان الريباوند والتحجيز، لان هم برضو خفاف فبيدخلوا على كل كوره يلموها. لو لعبنا مان تو مان كل واحد يبقى ملتزم التزام كامل بالراجل اللي ماسكه في الزون، لازم يبقى فيه تحجيز، ودي حته بيعملها كويس ايهاب امين وبيرجع فبتلاقي اعلى احصائيات ريباوند في الجيم. نعم. ويظل النسبه الاصعب علينا كانت مباراه الاتحاد السكندري، والحقيقه شايف ان هي دي النقطه دي اللي محتاجين نحسنها النهارده، وهي الفيلد جول او نسبتك. انت صوبت على الحلقه كام تصويبه وجبت منهم قد ايه؟ احنا الماتش اللي فات ماتش الاتحاد صوبنا 69 تصويبه ما بين ثنائيه وثلاثيه، جبنا 20 بس يا كابتن، قليل جدا. فالنهارده دي نسبه 28%. انت النهارده الفيلد جول لازم يكون فوق الاربعينات، حاجه 40 50 عشان تبقى عامل ماتش حلو. النهارده 28 انت النهارده بعيد خالص، ودي النسبه اللي تخليك النهارده تقلق ان اللعيبه كانت متوتره في اللعب على الباسكت. ايوه، ما انا قلت لك اهم حاجه طيب عدم التوتر، عشان دي زائد ان هي في نسب معينه، النسب المعينه دي لازم يكون عندك كتيم ريباوند بيبقى يوصل لعدد كذا، الستيل او السرقات المشروعه لكذا، التو بوينت كذا، الثري بوينت نسبه قليله جدا. اتمنى ان شاء الله نشوفها النهارده افضل. بس خلاص يا كابتن بيبلغوني من ارض الملعب ان هي لحظات وتنطلق المباراه. طاقم التحكيم معايا يا كابتن، طاقم التحكيم، نتمنى النهارده بقى التحكيم يعني نشوف حاجه، يعني بامانه نشوف حاجه بقى مختلفه يا جماعه بصراحه. حكم اول كابتن وائل ابراهيم، احمد شكيوي حكم ثاني، احمد الجزار حكم ثالث، ومراقب المباراه عبد الوهاب العجمي، وحكم الاي ار اس او الفار، فار كره السله او فار الغلابه، محمد ابراهيم. خلاص احنا كده لحظات وتنطلق المباراه. خلينا يعني نطير لصاله برج العرب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان اللي حضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه من مباراه الاهلي والزمالك في المباراه الاولى او جيم 1 من سلسله مباريات بيست اوف 5 في قبل نهائي دوري السوبر لموسم 23 24. فالى هناك.